Hey, I feel amazing. Work, yes, work, blessed. Work, I ain't worried about nothing. Hey, I feel amazing. Yes, blessed. I ain't worried about nothing. Hey, I feel amazing. Larry Blair, lasso. وصلوا على غاريو سولومان زكي التمريرة من لاري بلير وغاريو سولومان بسجل نقطة الثالثة بالجيم والفارق نزل لنقطة تصور كل ما مرق الجيم كل ما فلادن ببلش يتعب اكثر وبيقدر فريق الحكمة يخلق اكثر تامبو اسرع بمعنى. اي تي خطأ لصالح او هون في تورن اوفر بقول الحكم نديم دوين جاكسون بسدد ما بسجل على الارك لكن في اوفنسيف ريباوند لنديم السعيد وفي فرصة جديدة للنادي الاخضر دوين ما بينجح هولومان على الديفنسيف ريباوند فرصه انطلاق الكوارتر الثاني سباخوري محاوله ثلاثيه الريباوند لمين الريباوند لصالح غاريوس هولومان بيجرب يلعب على فلادان اتير عم ياخذ التسديده من المسافه المتوسطه غاريوس هولومان على الديفنسيف ريباوند كمان لعزيز عبد المسيح جاي يونغ بلاد عم يسدد من محل بعيد ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه غاريوس هولومان كمان على الريباوند الارنوت وصلها لغاريوس هولومان والمحاولة ناجحة كمان من فريق يونغبلاد ودوين جاكسون بخطأين من فريق التضامن فلادان بخطأين علما انه غاريوس هولومان ما عم ينجح يترجم الشانس الثاني والثالث اللي عم يقدر ياخذهم ولاري بلير عم يسجل هون نقطة 23 بالجيم كمان بضيع الثانية الريباوند لغاريوس هولومان عم يعمل اوفنسيف ريباوند لعب التضامن وفريد ابو جوده ما معقول يا فريد اربع تري بوينتس لاله بالمباراه من خمس محاولات صار رصيده 14 نقطه فريد ابو جوده اربع من خمس برسنتج 80% عم بيقدر يحط فريقه دائما بجو الجيم وين جاكسون كمان بيعمل فيك بيخترق ما بيسجل هالمرة الريباوند كمان لغاريوس هولومان أربع ثواني دوين تسديدة ما بينجح فيها دوين جاكسون غاريوس هولومان على الريباوند دوين جاكسون كمان عم يخترق ما بيسجل دوين جاكسون ريباوند لغاريوس هولومان بمر لقدام بيسجل المحاولة الثانية أول نقطة لغاريوس هولومان